السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. بالمشاركه مع الاء من قناه بيري كيتشن مطبخ بيري، راح نقدم لكم اليوم وصفتين لعمل السلطه. عملت لكم انا سلطه بعيدان الارز مع الخضار والدجاج، وصفه كتير حلوه وكتير سهله وكتير طيبه. اما الاء فعملت لكم هالسلطه الحلوه بالمكرونه والخضار مع صوص صحي كتير طيب. اذا حبيتوا تشوفوا كيف عملت السلطه، اضغطوا على الرابط اللي طالع عندكم بالشاشه الان وتروحون على قناتها، شوفوا فيديوهاتها ما شاء الله روعه، كتير وصفاتها حلوه. يسلموا الايادي يا الا. خلاص يا حلوين، ان شاء الله تعجبكم وصفتي لليوم وجربوها. تركت لكم شوي ملاحظه اخر الفيديو، لا تنسوا تسمعوها وفرجوا ممتعه. وصفتي لليوم بالنسبه للخضار، راح نحتاج الى ملفوف احمر، هو بنفسجي قطعت الشرائط، بصل اخضر، فلفل احمر، جزر حتى هو شرائط رقيقه، وبقدونس بنفصفصه ورق، اوكي يعني ما تقطعوه بالسكين بس نتفوه. عيدان الارز او شعرية الارز اللي هذه، اوكي هي في منها احجام، انا مستخدمة هذه اللي تجينا عريضة شوي. اوكي بالنسبة للدجاج، انا كان عندي دجاج مطبوخ من قبل يعني من امبارح، فعندي هنا صدر الدجاج نتفته، ممكن تسلقوه او تشوه او تطبخوه زي ما تحبوا، او ممكن بدل الدجاج استخدموا تونة او روبيان زي ما تحبوا، او ما تعملون اي بروتين يعني خلوها بس سلطة خضار وخلص. بالنسبة للتتبيلة عندي هنا شوية من المستردة وهي لمطرد، انا استخدم الديجون مثل ما انتم شايفين تقريبا ملعقة صغيرة، هنا ملعقتين كبار من اللبن اللي هو هذا، هذا مو الحليب الثاني اللي جينا قوامه ثقيل شوي، طبعا هذا بستخدمه كبديل للمايونيز. اوكي ملعقة صغيرة من الخل، تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون، نصف فص من الثوم، ملح، شوي زنجبيل بودرة، وشوي فلفل اسود، وعندنا الكاجو. اذا ما حبيتوا تستخدموا الكاجو استخدموا الفول السوداني اللي هو البيان محمص، حتى هو بيعطي كده قرمشة ونكهة كتير طيبة، او حطوا السمسم اللي هو الزنجلان حتى هو بيطلع ممتاز. هذه الشعرية اللي عندي غليظة راح اسكب عليها الماء المغلي، ثم احطها الان بالميكرووند لمدة 5 دقائق، ممكن تحطوها على النار لحتى تنطبخ معكم. اذا استخدمتوا شعرية رقيقة انقعوها في ماء مغلي وغطوها بالصحن لمدة 10 دقائق وتكون صارت جاهزة. الان راح اعمل الدريسنج، اوكي يعني ممكن تخلطوه من بدري وتخلوه كده تمتزج النكهات مع بعض. فانا اول شيء محتاجة اني ابشر شوي من الثوم، طبعا اذا ما حبيتوا تحطوه ما تحطوه، بس انا اعشق شيء اسمه ثوم، لان احنا بنحط شوي ما بعطينا نكهه كتير قويه، وايضا لانه مضاد حيوي ممتاز وهذا وقت امراض. فزي كده انا ما حطيته كله مثل ما شفتوا لانه عندي فص ثوم كبير. بس هي ملاحظه دائما حاولوا شيلوا، دائما اقول للقلب يقولوا لي ايش هو هذا اللي يكون بالوسط، اوكي شايفين هذا، كل ما كان ثوم قديم كل ما صار حجمه اكبر، لانه لما يكون ثوم فريش ما بيكون في هذا القلب. راح احط هنا هذه البهارات اللي عندي واللي هي زنجبيل وفلفل اسود وملح، الخل، الزيت، طبعا اذا ما عندكم مشكله ممكن تحطوا المايونيز، اوكي المستردة واللبن. مثل ما انتم شايفين انا عملتها بهذه الكاس لحتى ارجعها زي كده تمتزج معي مزبوط. خلاص اوكي كده بتكون عندي التتبيلة جاهزة. بحصل على زي مستحلب، تتبيلة بتكون ثقيلة شوي، هذه بخليها الين وقت الحاجة. بالنسبة للكاجو انا ما اقطعه بسكين، وانما احب احط زي كده ضغط عليه بيتكسر، اوكي خصوصا انه محمص فبيتكسر معاكم بسرعة لانه بيكون كرنشي. اوكي خلاص زي كده، هذه هي عيدان شعرية بعد ما غليت معي لتقريبا 5 دقائق بالميكروويف. يعني انتم اذا حبيتوا اعملوها على النار فقط اذا ما عندكم ميكروويف، بس استنوا عليها حتى تنطبخ، اوكي بس ما تهروها مرة، يعني المدة ما هي محددة، بس تشوفوها انه صار فيكم تمضغوها خلاص تعتبر عندنا جاهزة. هذه الان محتاجة اني اخليها تبرد تماما ثم بنكمل باقي عمل السلطة. هذه النودلز بعد ما بردت عندي تماما، اوكي الان راح اخلط السلطة، حط الجزر، مثل ما انتم شايفين انا استخدم كمية قليلة من النودلز، حط الفلفل، يعني اخلط هذه الكمية واشوف هل محتاجة اضيف او ما يحتاج. اوكي
هدول اللي اعراض ما احب احطهم بالسلطة. اوكي بنحط دجاج، ناخذ زي كده ونشوف. اضيف باقي ال زي كده، يعتبر عندي تمام. راح نسكب عليها نص التتبيلة اللي سبق ومزجناها ونحرك. اوكي زي كده. طبعا الان ممكن تذوقوها لحتى تشوفون هل ملحها وكل شيء مزبوط او محتاجة انكم تضيفوا لها شوي زيادة. ف اذوق لا تمام، ما محتاجة ولا شيء. بالنسبة للكمية اللي عملت انا تكفي لصحنين، فمثل ما انتم شايفين غرفت بس صحن واحد. ثم اجيب شوي من هالدريسنج اللي فاضل، احب اقطره زي كده على الوش. اوكي اخر شيء بنجيب الكاشو اللي حمصناه او الكاجو، رشة كده على الوش وتكون صارت عندي السلطة جاهزة. هذا الكاجو بيعطيها طعم كتير طيب، واحنا بناكلها بنحس زي كده قرمشة. وهذا الشكل النهائي مثل ما سبق وشفتوه. طبعا يا حلوة ممكن تاكلون صحن صغير كسلطة او تاخذون صحن وسط كوجبة، لانه مثل ما شفتوا الصحن ما شاء الله فيه كل المكونات اللي يحتاجها الواحد بالوجبة. ممكن تستبدلون نودلز الارز بالمكرونة، وايضا استبدلوا الدجاج بالتونة او شرايح من اللحم، حتى الخضار اذا تحبون صنف خضار ممكن تضيفوه. لا تنسوا تفوتوا على قناة الاء وتشوفوا كيف عملت السلطة وتشتركوا بقناتها لانها كتير حلوة. خلاص يا حلوين هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.